قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فيه بيان أن عيسى عليه الصلاة والسلام بريء مما يصنعه هؤلاء بتزكية الله عز وجل له، فيكون في هذا تزكية لعيسى عليه السلام مما قاله هؤلاء. ولذا قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأقر حتى في طفولته، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب ومنزلتي وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق منصوب بفعل مقدر تقديره قلت، قلت القول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.